رفضت الكفن ووصت بوجود طبول ورأس بجنازتها وشاهد الفستان الذي دفنت به صباح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. رحلت الشحرورة صباح عن دنيانا في عام 2014 بعد صراع مع المرض في عمر 87 سنة، وكانت بترفض الظهور للجمهور في فترة مرضها إذا أرادت أن يتذكرها جمهورها وهي بكامل أناقتها. ومن ضمن عاداتها الغريبة أوصت الشحرورة بأغرب وصية من الممكن أن تسمع عنها، حيث أوصت الشحرورة أن يكون يوم موتها يوم فرح وليس حزن. الغريب في الأمر أن الموضوع لم يتوقف عند حد خروج الجثمان بهذا الشكل، حيث امتدت الفكرة لتشمل أيضا الكفن الذي يفترض أن تكفن به والذي رفضته وطلبت دفنها بفستان. ونشرت صديقتها كارول الخوري صورة الفستان وكتبت نقول الفستان الأخير الذي سترتديه الصبوح في نعشها من تنفيذ المصمم بسام نعمة. أخ يا صبوحة، شو عملتي فينا؟ هيدي أصعب أيام عم عيشها بحياتي، وسامحيني أني ما قدرت نفذ وصيتك. فراقك مش سهل أبدا، وإذا ما بكيت على فراقك يا صبوحة مين بيستاهل الحزن والبكا؟ أنت أم كل واحد منا، وكيف الولد ما يبكي أمه؟ مستحيل. ده كان كلام صديقتها. وقد عانت صباح في مشوارها من كثير من الشائعات، أهمها إصابتها بالعمى في أوائل التسعينات، وحتى تكذب هذه الشائعة سافرت إلى مصر وقعدت فيها عدة ساعات، أجرت خلالها عدد من اللقاءات الصحفية لتنفي ما يقال عنها. كذلك انطلقت شائعة أخرى قبل وفاتها بفترة قليلة، حيث أشاع ملك جمال لبنان وقتها عمر محيو أنه هيتجوز من الشحرورة، وهو ما فتح عليها أبواب الانتقادات خصوصا مع سنه الصغير، حيث كان محبو يبلغ وقتها 25 عام فقط، وهو ما اضطرها للخروج إلى الساحة من جديد لتكذيب تلك الشائعة. مرت على وفاتها 6 سنوات. الله يرحمها صباح الشحرورة، أسعدتنا كتير بأغانيها وبصوتها الجميل وأعمالها الجميلة، الله يرحمها. أتمنى اللي يشوف الفيديو يقول رأيكم إيه في الفيديو في تعليقات، ولو عجبكم الفيديو لايك ومشاركة للفيديو، ولو شفتوا قناتي أول مرة أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.